سلام بنات والولاد، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده اللي كنتمنى انها تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. واخا انا عارفه هالبنات انها وصفه مضمونه 100% وعلى ضمانتي جربوها غادي تعجبكم بزاف. هذه الوصفه البنات ما داخلاش في اطار ديال الطياب وما داخلاش في اطار ديال التجميل، ولكن كان ولا بد انني نحطها لكم في لاشين ديالي حيت فيها البنات واحد الاستفاده بزاف غزاله. وقبل ما ندوزوا لوصفتنا اليوم، بغيت نشكركم بزاف على التعليق اللي خليتوا ليا، قلتوا ليا الله يشافيك كنبغيكم بزاف كنحماق عليكم. شكرا على التعليق، زوينين بحالكم ومرحبا بكم عندي والف مرحبا. وكنتمنى القناه ديالي تكبر اكثر ان شاء الله، واللي شاف القناه ديالي يشترك فيها ويفعل الجرس باش يبقى يتوصل بكل جديد ديالي ويدعمني باللايكات والتعليق، زوينين بحالكم. وما نطولش عليكم فيديو، ندوزوا لوصفتنا اليوم. هاد الوصفه ديالنا اليوم البنات غزاله بزاف. الا كانت هكا فيكم شويه ديال الكحبه او هكا شدكم رواح، طبيعة الحال راه كاع الناس الاغلبيه في هاد الوقيته ملي كيتبدل الجو ضروري كيشدهم هكا شويه ديال الرواح او شويه ديال الكحبه. اكيد غادي ناخذ سير ولا شي حاجه، مي حتى هاد الحويجه الطبيعيين البنات راه كيكونوا غزالين وكيعطيو واحد النتيجه واعره البنات. ومنهم هاد الوصفه اللي غنقولها لكم دابا. غادي نحتاجوا ليها زريعه الكتان. زريعه الكتان راه فيها فوائد بزاف البنات. غنحتاجوا كاس ديال الحليب، وغادي نحتاجوا هكا شويه ديال العسل الحر، ولكن ماشي عسل عادي البنات. الا كان عسل عادي بلا ما تحاولوا حتى تجربوه حيت ما غادي يعطيكم حتى شي افاده. انا كنقول لكم البنات ولا بد يكون عسل حر، والا ما كانش العسل الحر البنات ماشي مشكل، غادي نقدروا نعوضوا بهذا الحليب. اول حاجه البنات باش ما تدوخوش معايا، كناخذوا هاد زريعه الكتان البنات غادي ننقيوها بطبيعه الحال باش ما يبقاش فيها هكا شي حاجه. كناخذوا من وراها البنات واحد المقيله، غادي نديروا هاد زريعه الكتان تسخن لينا غير واحد شويه، ماشي نخليوها بزاف البنات في المقيله هكا نبقاو نقلبوا فيها. مجرد ما تسخن واحد شويه غادي ناخذ نطحنوها. انا راه ديجا كنت مسخنه شويه، يعني غنطحنها دابا قدامكم. اجي خويها هنايا البنات باش غادي نطحنها. بسم الله، غادي نطحنوها البنات حتى ترجع لينا على شكل بودره او غبره، يعني ما تبقاش لينا هكا باينه، خاصها تطحن مزيان. المهم البنات خليكم معايا. المهم البنات دابا من بعد ما طحنا زريعة الكتان ديالنا، هذه هي النتيجة اللي كنحصلوا عليها. هانتوما البنات النتيجة اللي غنحصلوا عليها، تكون لينا بحال هكا، يعني نطحنوها هكا مزيان. هنا البنات عندنا كيف قلت لكم العسل اللي يكون حر ضروري، عندنا هنايا الحليب. في حالة البنات ما كانش موفر عندنا العسل الحر، غناخذوا هذا الكويس ديال الحليب البنات نديروه يفيد ولا بد، طلع فيه هكا الغليه. نخليوها البنات واحد شويه غير يطفى، ماشي يكون بارد حيت الا برد طابت الحال راه ما بقات منه حتى شي افاده، يعني نخليوه هكا. ومن الاحسن الا قدرتوا شربوه شويه سخون. بغيتوا ديروا البنات الحليب ما كانش موفر عندكم العسل، خذوا واحد المعلقه هكا ديال زريعه الكتان ونديروها على هاد الحليب. هاد الحليب راه ديجا البنات هكا سخون شويه، وغادي نحرك مزيان البنات هاد الخليط بحال هكا. زوينه بزاف البنات، زوينه خطيره هاد الوصفه، زوينه الوليدات الصغار، زوينه الكبار، يعني اي واحد فيه هكا شويه ديال الرواح، شدو شويه هكا ديال الخنقه، اي حاجه البنات ديروا هاد الوصفه راه غزاله. ابار سير ولا اي حاجه، هاد الوصفه نتمنى انكم تعتمدوا عليها، راه وصفه غزاله البنات. حنا مثلا الا كانت فينا هكا شويه ديال الكحبه، انا تبدل هكا الجو جاتني شويه ديال الكحبه، لا انا لا ماما ضروري ما نديروا هاد الوصفه. كان هكا بابا حتى هو ضربوا شويه ديال البرد حتى هو كنديروها ليه، اختي، يعني كل شيء، حيت وصفه غزاله البنات ما عندكم مناش تخافوا. كيف قلت لكم هذه هي الوصفه ديالنا اللي كتكون هكا فيها الحليب
كنديروا واحد المعلقه ديال زرعه الكتان نشربوها. اهم مرحله البنات، اهم مرحله هي امتى خصنا نشربوها. هذه البنات راه ما كنشربوهاش هكا نقولوا غادي نشربوها ونوضوا نشقاو او لا نخرجوا او لا نديروا شي حاجه، ما تعطيكمش البنات افاده، كونوا على يقين. مي الا بغيتوها تفيدكم وتفيد الجسم ديالكم، تتبغيو البنات تنعسوا يعني تكونوا كملتوا شقاكم، نعسوا وليداتكم صافي، يعني كتقولي ما غاداش نقنوا نهائيا. عاد باش تشربي هذا الخليط ديال الحليب وزريعه الكتان وحركيه مزيان مزيان، ومن وراها نعسي وتغطي مزيان. غادا تفيد الجسم ديالكم بزاف بزاف، يعني بالليل هكا غادا تريحكم غادي تنعسوا. مهم هذا الخليط الاول كيف كتشوفوا. بغيتوا البنات ديروا العسل الحر، غادي ديروا نفس الطريقه. خذوا مثلا واحد معلقه ديال العسل الحر، ديروا عليها معلقه ديال زرعه الكتان حتى تخلط لكم، وتاخذوا واحد المعلقه من الليل لليل مده ديال 3 ايام بحال هكاك، ما تحاولوش تاخذوا هكا اكثر. 3 ايام راه كافيه البنات، معلقه بحده كتخلطوها البنات، تكون هكا شويه عاقده في المعلقه ديالكم. بغيتوا البنات ديروا هذا الحليب وزرعه الكتان وتقدروا تضيفوا لهم معلقه من العسل الحر، حتى هي زوينه بزاف بزاف. ما كانش متوفر العسل الحر كيف قلت لكم، راه تقدروا ديروا غير الحليب وغادا تعطيكم نتيجه، غادا تريحكم وغادا تخليكم تنعسوا مرتاحين. غير هي ديروها البنات بالليل وما تحاولوش تنوضوا من وراها نهائيا، يعني شربوا هذا الكويز ديالكم او المعلقه ديال زرعه الكتان مع العسل ونعسوا في البلاصه. وما نطولش عليكم فيديو، وجربوا هذه الوصفه راه غزاله بزاف بزاف، ونتمنى انكم تدعموني بلايكات وتعاليق زوينين بحالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده.